نروح للمباراه اللي اتلعبت النهارده. يعني من وجهه نظر كابتن عبد الظاهر، ايه اللي لفت نظرك في اداء المنتخب النهارده؟ اللي لفت نظر النهارده ان كله بيجتهد، بس مش هتلاقي جمل، مش هتلاقي حاجه جماعيه موجوده. كله طبعا مدرب جديد، فكله عايز يثبت نفسه، فكل واحد شغال. لكن عجبني جدا عبد الله السعيد، يعني تحس ان هو لعيب كبير، لعيب كبير بجد. يعني راجل كابتن المنتخب ما كان بيعمل حاجات زي اللي عودنا عليها. حاسس ان هو في فورمه عاليه جدا، شايفه ان هو تألق بشكل كبير في الشوط الاول. كان هو اللي ظاهر، هو في الشوط الاولاني اللي موجود. عجبني كروش قوي في ان هو عمل على طول مباراه وديه واصر عليها وده اصل المنتخبات. انا شفتك في فيديوهات، لكن ما اتعاملتش معاك شخصيا، ما اتعاملتش معاك على الاكل، ما اتعاملتش معاك في التدريب، ما اتعاملتش معاك، مش شايفك واحد ضد واحد زي ما بيقولوا. يعني المدير الفني لما بيشتغل مع واحد لازم يعرفه، لازم شخصيته بتبقى عامله ازاي. النهارده بيستقر على تشكيل معين، هل هو صح هل هو غلط؟ خلي بالك الملعب غير خالص، الفيديو خالص. أيوة طبعًا. تماما طبعًا. شوف تحركات، يعني بص عبد الله وزياداته في ال 18 عامله ازاي. يعني بحيي جدا الجهاز، عاطيله معلومات هامه جدا وكلها صح. يعني ممكن الجهاز المعاون اللي موجود دلوقتي لو غلط في اي حاجه يوديه في حته تانية. ايوه طبعا، خالص تماما. يعني طبعًا. وجود الكابتن ضيعه والكابتن شوقي، محمد شوقي والكابتن الحضري موجود، وزائد كمان وائل الجمعه، كلهم اصحاب بطولات موجودين. تحس ان اللي قاعد على الدكه كلهم تاريخ، فعاشوا الموضوع ده بشكل كبير جدا. تحس ان في اقتناع للفرقه، يعني تحس ان الناس مصدقه الراجل. خلي بالك لما بتبقى تاريخ وبتبقى راجل وصلت 4 منتخبات كاس عالم، انت مش عايز تقول الا جمل بسيطه للعيبه، غير ان انت جاي تثبت وجودك مع فرقه. خلي بالك خاصة الفرقة في بعضها من الناس الصغيرين اللي موجودين، فتلاقي ان هو ما بيتكلمش كتير لكن شغله كتير. اللي احنا سامعينه في المنتخب ان هو دايما شغال، وده طبعا بيدل على ان التيم كله شغال. الكابتن وائل قال لك ما فيش حد في الجهاز قاعد، يعني طبعا هو في عملية تجميع معلومات. هو دلوقتي عمال يسأل على كل لعيب وشايفه في الملعب، هل اللي قال لي عليه ده مثلا كابتن ضياء، اللي قال لي مثلا على محمد شريف، محمد شريف ده فورمه محمد، فجي شافه ان هو بيحط، يبقى اتاكد عنه المعلومه وشافه كمان في الملعب. فاذا النهارده انا شايف انها تجربه مفيده جدا جدا. ممكن الناس تبص ان ليبيريا والمنتخب اللي هو ما فيش فيه محترفين والمنتخب قليل جدا، مش مشكله. هو المدرب بتاع ليبيريا النهارده في المؤتمر الصحفي قال لك انا جاي بفرقه تحت 16 سنه. هو كابتن انا النهارده ليه. انا مش عايز، انا عايز خصم بس، بدل ما العب تقسيمه اخد خصم. صح. ومش خصم، خلي بالك هو ذكي جدا انه ما جابش خصم كبير، لان اولا مش هيلاقي خصم كبير بره الاجنده. صح. فمش هيلاقي محترفين. اتنين، هو لازم يكسب برضه، لان ما ينفعش انطباع الجمهور عنك ان في اول مباراه انت تخسر، فده بيبقى شكلها مش كويس. غير ان انت طبعا بتشوف اللعيبه ضد خصم ايا كان الخصم مين، الاداء ممكن مش كويس، لكن اللعيبه اللي بتنزل مثلا رمضان نزل الشوط الثاني عمل شغل كويس جدا، وبقى في نوع من الجمل لانه رابط مع عبد الله السعيد في بيراميدز، فتلاقي الموضوع مختلف تماما. كله كان بيجتهد عشان يحظى بثقه المدير يعني الفني الجديد. يعني انت الملحوظه الرئيسيه هو اجتهاد قوي من اللاعبين عشان ياخد عين طبعًا المدرب. طبعًا يعني التغيير التغيير دايما يحدث كده كابتن. صحيح. التغيير دايما يحدث ان كل واقف على اطراف رجليه، لان المدير الفني الجديد القديم عارف ان هو هيلعبني. بالظبط بالظبط.